إذا باش نعملوا حصة نعملوا فيها تطبيقات حول عملية العدد ذي 3 أرقام فأكثر. به إذا تسمعوني كالعادة عنا زوز قواعد باش نجموا تكون الحصة مزيانة. إذا عندكم تساؤل عندكم اليد ارفعوا يدكم وأنا نحل الميكرو من عندي وانتم تحلوا الميكرو من عندكم وتتكلم. توا نحب نعرف هل صوتي مسموع عندكم ولا لا. إذا مسموع هزوا يديكم. به مسموع معناتها كي تهزت اليدين مسموع. به شكرا يعطيكم الصحة. شكرا. به هبطوا اليد ديما تعود تنزل عليها كي تحب نحب معناتها تهبط اليد عود انزل عليها. يا جمال نور ويوسف دمق هبط هذيك اليد. به نبداو الحصة متاعنا نقراو التمرين الأول. أي سي دي الوضعية الأولى شتقول لبائع أوان 27,000 صحنا من البلاستيك تلقاها من المعمل في علب بكل علبة 250 صحنا ثم قام بوضعها في أكياس بكل كيس 30 صحنا وباع كل كيس ب 1500 ملي. التعليمة شتقول ما هو ربحه عند بيع جميع الصحون إذا كان ثمن شراء كل علبة 8,750 ملي؟ به هنا باش نفهم الوضعية أكثر باش نعملو تخطيط. أنا نعرف هو كيف طلب مني أنه يبحث عن الربح. القاعدة تقول أن الربح يساوي البيع إلا الشراء. البيع إلا الشراء. ب هو البيع كيفاش باش نلقاه؟ نرجع للوضعية. يقول لي أنه باع كل كيس ب 1500 ملي. ملا انا لازمني عندي عدد الاكياس نضربها فيش في ثمن بيع الكيس الواحد. والشراء شراء الصحون كيفاش باش نلقاوها؟ عندي هنا شراء كل علبة هو ثمن الشراء كل علبة هو 8,750 ملي. ما لازمني عندي عدد العلب الكل باش نعمل لها باش نضربها في ثمن شراء العلبة الواحدة. لكن كيف لهنا ما عنديش عدد الأكياس كيفاش باش نلوج عليه؟ عندي عدد الصحون الكل وفي الوضعية شي يقول لي أنه وضع بكل علبة 250 صحن. باش نعملوا لها باش نقسمها على عدد الصحون بكل كيس. كيف لهنا عدد العلب ما عنديش. كيف نرجع أنا شي يقول لي العلب بكل علبة 250 صحنا. ملا لهنا عدد الصحون باش نقسمها على عدد الصحون بكل علبة. نبداو توا الوضعية متاعنا. احنا تويكا في الوضعية الأولى. هذه لازمني نلوج عليها وهذه ما عنديش. كيف هذه وهذه باش نجم نلقى الربح. هات نبداو تدريجيا. اولا سنبحث عن عدد العلب الكل اللي هي شنو 27,000 عدد الصحون كيف ما قلت الكل على 250 تمثل عدد الصحون بكل علبة. شكون يحب يعمل العملية القسمي يرفع يده. نمشيو جمال نور.
انت في العادة يا نور، من فضلك انك تحل انت الميكرو من عندك، وين نحل الميكرو نعطيك له. نعم، اي نوري، مرحبا، عسلامة يا نسمي. عسلامة بنتي، تعمل لنا انت العملية هذه. اي سيدي، نعملوا عموديا. 27000 اي على 250. اي شو نعملوا؟ نشطب الأصفار. به، علاش شطبت صفر من هنا وصفر من هنا؟ نحن قمنا إذا بقسمة 250 على 10 القاسم، وقسمة 27000 أيضا على 10، هيك علاش نجمنا نشطب صفر من هنا وصفر من هنا. واصلي. 27 في نعم، على على 25 يساوي واحد. نعم. ايه ثم اقول أنا نعم، 27 في اثنين 25 يساوي 2. نعم، انزلوا الصفر الصفر. اي شو نقولوا؟ اي واصلي. صفر لا مش صفر، 20 على 25 يساوي عشرين 20 أصغر من 25، إذن فهي واحد. كيفاش 21 على 25؟ تيجي بتعمل 20 إلا 25؟ لا يمكن إيه يعني صفر هاك ولا؟ صفر. ويبقى الباقي 20، أنزلوا عشرة. الصفر. به، 200، 200 على 25، عندكش طريقة نسهلوا على رواحنا كيفاش نلقاوها؟ أنا نقول لك هنا عندي في القاسم 25، نسطر رقم العشرات اللي هو 2، ونسطر عدد العشرات في 200 اللي هو 20، ونسأل روحي شنقول 2 في كم يساوي 20 ولا قريبة لها؟ في قداش؟ في؟ في تسعة نعم، في 9. تسعة باهي، كي تقول لي أنت في 9، 9 في 5 40، عندك باقي أربعة كاملين، ما لا مستحيل إنها تكون في 9. إيه فهي في ثمانية. في 8. 8 علاش؟ 8 في 5 يساوي 40 هاك ولا؟ و8 في 2 هي 16، مع 4 يساوي 20، وأتحصل على 200 إلا 200 يساوي صفر. إذا عدد اللعاب، شكرا يا نور، تيجي متسكر الميكرو متاعك. أتحصل على عدد العلب هي 108 علبة. الآن سنبحث عن ثمن بيع العلب. كان لاحظوا لهنا في المخطط البيع متاع هذه العلب هو عدد الأكياس في ثمن بيع الكيس الواحد. شكون يحب يتدخل باش يجاوبني؟ هنا يوسف دمق. اي يوسفي، انا باش نحل من عندي وانت حل من عندك. مرحبا يوسفي، السلام السلام عليكم. عليكم. عسلامة، نعم عسلامة سبعة بنتي. وعشرين نعم اي سبعة شنو نعملو؟ وعشرين نعم نعملو سبعة وعشرين اي على 30. اغزل لي، اسمعني اسمعني، انا اش قلت لك؟ احنا سنبحث عن ثمن بيع العلب. ثمن بيع العلب، برجع للتخطيط، هو عدد الأكياس في ثمن بيع الكيس الواحد. عدد الأكياس، نعم 108. عدد العلب، سامحني، عدد العلب في ثمن بيع شراء، ثمن شراء العلبة الواحدة. عدد العلب قداش عندك؟ نعم قداش تقول 108 عليها؟ أيوة 108 في 8750 في صحيح 8000 ثمن وسبعمية، الشراء. صحيح، 8750. كي نرجع للوضعية توقي، ثمن شراء كل علبة هو 8750. أي يخدم للعملية العمودية، 8750 في 108. أي تفضلي، أضع الصفر في في إطار. إطار نعم، واصل. 8 في 5 40. أيوة واصل. 8 في 7 56 مع 4 60 مع 4 60. واصل.
8 في 8 64 مع 6 7. تابعوا نعم اي من بعد هنا في العشرات عندي اصفر نزيد نعمل اصفار نعمل نقطه ولا نقطتين تو نقطة باقي النقطه انت عندك في العشرات نعمل عليه نقطتين نقطتين علاش نقطتين علاش علاش قلتي نعملوا نقطتين خاطر في العشرات عندنا اصفر زيد باش نعمل اصفار كامله اذا نعملوا نقطتين باهي بعد نعمل نعمل 1 في 5 5 اي واصل 1 في 7 7 اي 1 في 8 8 اي ثم نقوم بعملية الجمع تفضلي 0 نعم 0 5 اي 14 ايوه 9 و انظر تسعة لك الصفر صحيت ولا انسى انزال هذا الصفر اقرأ النتيجة من فضلك التي تحصلت عليها 945,000 945,000 الوحدة هي المل ملي باهي شكرا لك يوسف تيجي تسكر الميكرو نتاعك وتتبع باهي لوجنا على ثمن بيع العلب ثمن اعتذر لهنا ثمن شراء العلب علب شريناهم هنا ما لقينا كان نقيد انا ثمن الشراء هو لهنا 945 ألف ملي هنا لقينا الجزء هذايا بقى لي البيع البيع ما نجم نلقاه كان منلوج على عدد الأكياس الأكياس هكا ولا اللي هي عدد الصحون على عدد الصحون بكل كيس شكون يحب يتدخل ويقول لي كيف سأبحث عن عدد الأكياس به إذا ناخذ غفران يا غفران حل ميكرو من عندك حل ميكرو من عندك يا غفران ثم ميكرو انزل عليه صحيح هاي يا غفران نعم سبعة بس استنى استنى سبعة انت يا غفران احنا شنبحث عن عددي عدد الأكياس تفضلي 27,000 على 30 صحيح هنا هي عدد الصحون على عدد الصحون بكل كيس ملا عاود قل لي هي 27,000 ألف أي على على 30 على 30 هذه بنتي تستحق عملية لا مني اني نعمل مالا ترى قل لي ذهنيا ايش نعمل انا لها الصفرين قبل نحيهم بين نحيهم خاطر نقسم على 10 في الحدين هاك ولا في القاسم والمقسوم اي وش نقول 27 اي على 3 كم 9 9 اي واضيف صفرين صفرين وتحصل على عدد الاكياس هي 900 كيسا 900 كيسا شكرا يا غفران تجم تسكر الميكرو لوجنا على عدد الاكياس ماذا تبقى لي لاصل الى ثمن بيع الأكياس هو إذا إني نبحث عن هذا الثمن بيع الأكياس كيفاش هو عدد الأكياس في ثمن بيع الكيس الواحد شكون يحب يتدخل باش يلوج لي على ثمن بيع الأكياس باه ناخذ تركي تسنيم أي تسنيمي حل من عندك الميكرو يا تسنيم السلام عليكم مرحبا بنتي اذا هنا باش نلوجو ثمن الاكياس لا مش ثمن الاكياس ثمن بيع بيع الاكياس هك ولا ثمن بيع الاكياس تفضلي هو بقديش بيع الكيس الواحد 1500 باه صحيح وقديش عنده من كيس 900 اذا عمليته في في نعم 1500 في 900 هاي انجزها لي هنا 1500 في 900 ماذا افعل يا تسمية نحيط الاصفار هاي تفضلي واصلي 9 9 9 في 5 يساوي 45
اي واصلي. تسعة في واحد تسعة ونتيجة أربعة تساوي ثلاثة سبعة أربعة ثلاثة عشر. عشرة نعم أي. ونزل أصفاء وأنزل الأربع أصفى. إذن أصفاء لو نعم اقرأي لي النتيجة المتحصل عليها. مليون وثلاثمائة وخمس ألف وثلاثمائة وخمسون ألفا. شكرا مليون يا تسنيم. ملي ألف نعم نعم تجي تسكر الميكرو نتاعك يا تسنيم. شكرا. اي سيدي هنا مالك نرجع للمخطط نتاعي. مالا البيع لقيته مليون مليون وثلاثمائة وخمسون ألفا. إذا هنا وصلنا للمطلوب منا اللي هو الربح، اللي هو علامة شنو؟ هو البيع إلا الشراء. شكون يحب يتدخل ويعمل العملية الطرح مش نلوجو على الربح. إذا قيمة الربح يوسف دمق، البقية أرجو التسنيم تعمل عملية الطرح. به تسنيمي هل معاود الميكرو من عندك يا تسنيمي؟ مليون وثلاثمية وخمسين ألف. لا إلا تسعمية وخمسة وأربعين نعم اللي هو يمثل ثمن شراء العلب. صحيح. إذا إلا تسعمائة وخمسة وأربعون ألفا. أي ننجز العملية. ديما الأرقام في عملية الطرح ولا الجمع يجب أن تكون تحت بعضها باش تنجح هذه العملية. هنا عندي تسعمائة وخمسة وأربعون ألفا. أي بنتي أنجزي العملية. صفر صفر إلا صفر 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 إلا صفر 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 إلا صفر صفر. أي بعدي نزيد كل نزيد كل حد صحيح أضيف عشرة عشرة خمسة خمسة. نعم عشرة إلا خمسة خمسة. صفر خمسة إلا صفر. خمسة صفر. واصلي ثلاثة نزيد إلى كل حدين عشرة لكلا الحدين. نعم ثلاثة عشر إلا تسعة أربعة أربعة وواحد إلا واحد واحد إلا واحد صفر. اقرأ النتيجة يا تسنيم. إذا قيمة الربح أربعة أربعمائة وخمسة وخمسة ماذا؟ ألف مليم. شكرا يا تسنيم. تجم تذكر الميكرو نتاعك. إذا هذه هي الوضعية الثانية الأولى. دعونا نمر إلى الوضعية الثانية. هنا نقرأ من جديد. اشترى تاجر صندوقا مملوءا كؤوسا ب 51 دينار بحساب 425 مليم الكأس الواحد. عند وضع الكؤوس على الرفوف وجد بها خمس كؤوس مكسرة. باع التاجر الكؤوس محققا ربحا في الكأس الواحد. ربحا في الكأس الواحد يقدر ب 175 مليم. تعليمة شو تقول؟ أبحث عن عدد الكؤوس التي اشتراها. به آي سيدي لهنا ملا سنمر إلى الوضعية الثانية. كيف سأبحث عن عدد الكؤوس التي اشتراها؟ شكون عنده إجابة يحب يتدخل؟ نيبراس هكا نيبراس يجم يحل الميكرو متاعه ويتفضل. مرحبا. سلام سي. مرحبا بك يا نيبراس. أي سيدي ولدي عدد الكؤوس 51 ألف قسم 425. عاود لي ترى عاود لي بشوية ترى.
أربعمية الأقل. وخمسة وعشرون، واحد أي وخمسون ألف قاسم أربعمية وخمسة قسمة، وعشرون. قسمة ما نقولوش قاسم، نقولوا قسمة ولا على. صحيت صحيت صحيت. هنا كي نرجع الوضعية نقول اشترى تاجر صندوقا مملوءا كؤوسا هو ب 51 دينار، هذيك الجملي ثمن الجملي للكؤوس، بحساب 425 مليم الكأس الواحدة. إذا هنا كي نعمل عملية القسمة نطلع عدد الكؤوس، ونبراس يعطيه الصحة حول الدينار إلى المليم. أي نبراس أي أنا نكتبها أفقيا وأنت باش تعملها لي عمودي أنا. باهي، 51 ألف على 425، هاي نكتبها لك عموديا وتتفضل انت تقول لنا كيفاش باش نخدموا العملية. هاي ولدي تفضلي. 510 قسمة أربعمائة وخمسة وعشرون هاي في واحد في واحد تساوي واحد. يساوي واحد. صحيح. إذا هنا علاش قال نبراس واحد؟ أنا كي نسطر هنا الأربعة المئات، رقم المئات لهنا، ونسطر رقم المئات لهنا، نقول في قلبي شو نقول؟ نقول أربعة في كم يساوي خمسة؟ ما تطلع كان في واحد، خاطر إذا باش نعمل اثنين باش تتعدى وتولي ثمانية. يعطيك الصحة، نعمل له عملية الطرح. تفضلي نبراس. تفضلي. 10 إلى 5 لا أستطيع، يعني أزيد 10 لكل حدين. يا صفر إلا خمسة لا يمكن، أضيف 10 لكلا الحدين. نعم واصل. 10 إلا 5 على قدر 5. خمسة يساوي خمسة. نعم واصل. 1 إلا 3 لا أستطيع، أزيد 10 لكل حدين. جيد واصل. 11 إلا 3 على قدر 9. آه. يساوي يساوي ثمانية. ثمانية صحيح. ثمانية وخمسة إلا خمسة، وخمسة إلا صفر. خمسة يساوي صفر. إذا أنزلوا الصفر. أنزلوا الصفر به 850 على 425 كيف العادة، نسطر ديما رقم المئات. جيد. إذا هنا في اثنين هنا نبراس او يعرفها مباشرة، هنا شو نقول له؟ نقول له ولدي نسطروا رقم المئات ثمانية، نقول أربعة في كم يساوي ثمانية؟ صحيح اثنين، ونعمل طلع على رقم الأحاد والعشرات، نلقى روحي قد نجيبها. نبراس 425 في اثنين باش يلقى قديش؟ نبراس قديش؟ 850. إذا الباقي متاعي باش يكون 850. الباقي متاعي يكون صفر، هاك ولا؟ أنزلوا الآن الصفر، هاك ولا؟ عملتها مباشرة، معناها زيد باش نكتب 850 إلى 850، هاك ولا؟ نعم. أبه، أنزل الصفر، صفر على 425، صفر، صفر، والباقي متاعي صفر. شكرا يا نبراس، إذا تحصلنا على 120 كأسا، تجم تسكر الميكرو متاعك ولدي. نمر إلى التعليم اثنين، يريد منا أن نبحث عن ثمن بيع الكؤوس بطريقتين مختلفتين. لهذا الغرض ماذا علي أن أبحث؟ أولا هنا نعرف اللي هو تكسر له خمسة كؤوس، ما لازمني نلوش أولا عن عدد الكؤوس اللي باعهم، ما باعش المكسرة لازمني نحيها. الما بيع اللي هي قديش؟ 120 إلا خمسة يساوي 115 كأسا. باش نلوش أنا عن ثمن بيع الكؤوس، نحب شكون يذكرني بقاعدة بسيطة. كي نقول أنا أتذكر، البيع يساوي ماذا؟ شكون يذكرني في الإطار هذه؟ في الإطار هذي عندي هنا ربح، عندي شراء، البيع يساوي شنو القاعدة اللي نجم نطبقها في هذه الوضعية؟ شكون يحب يتدخل؟ يوسف؟ يوسف دمق؟ حلمان عندك؟ أي الشراء يوسف؟ مع البيع يساوي الشراء. مار. أي تحيت الشراء مع الربح. القاعدة اللي باش نخدم بها انا تواكا به.
ملا الطريقة، عندك شي طريقة يا يوسف؟ عندنا انت من 175 مع 425 في اي 115. باهي، هات نبدأ معاكي. الطريقة الأولى قلت لي نستي أنا نقول اللي عاود قولي 425 اللي هي ماذا تمثله؟ ثمن شراء الكأس الواحد مع عاود مع 175 مع ثمن شراء بيع الكأس الواحد. إيه مع قلتي؟ في قلت لي في 115 في 115 اللي هي احنا رانا في عدد الكؤوس اللي بعناها اللي هي 115، نحينا من الخمسة. ايه لكن هو شرى 115 يوسف، شنو قصتها هذه؟ هو شرى صحيح 400 شرى هكايا معناتها، لكن ما زال ناقص. ايش ناقص؟ هو هو شاريهم ولا هيك الخمسه كؤوس اللي تكسروا؟ ايوا شراها، ما ما بيحمش، ما لازمني نزيدهم. مع خمسه في 425 صحيت صحيت في 425 في خمسه، خاطر هيكم جايين مع الشراء هك ولا هذوما هذوما، انت 115 نحيت منهم الخمسه لازمك تزيدهم. هذه هي الطريقة الأولى، يعطيك الصحة. أي سيدي نمشي بشوية بشوية، تجيبش تقول لي 425 مع 175 ذهنيا قديش؟ 600 600. به نعملوا عملية الضرب مع بعضنا، 115 في 600. تفضلي. أضعف الصفرين. نعم تفضل. ستة في خمسة، ستة في خمسة 30. 30 اي وصل. 6 في 1 9. 6 في 1 6 مع 3 9 اي، و 6 في 1 6 في 1 6 6 اي، انزل الصفر ولا انسى انزال الصفرين. باهي هذايا تحصلت عليه يساوي اذا 69 الفا هاك ولا؟ باهي هنا نحب نعمل عمليه الضرب ايضا، 425 في 5 واصلة؟ خمسة في خمسة 25. أي؟ خمسة في 12 مع 2 12. نعم. خمسة في 24 مع 21. إذا هنا هذا من الخمسة كؤوس اللي تكسرت، راهو هو شاريهم ب 1125. تجمشي تعمل لي ذهنيا 69 ألف مع 2125 قديش تعطيني؟ ولا نعملوا عملية؟ واحد وسبعون، واحد وسبعون ألف ومية وخمسة وعشرين. هاي نظم ثلاثة أصفار باش تقعد لي لحد المئات باش يقعد هو بيدو، تسعة مع اثنين 11 وستة مع واحد هيك الاحتفاظ يساوي سبعة. شكرا يا يوسف، أحسنت. هذه هي الطريقة الأولى، تجم تسكر الميكرو متاعك. من لديه طريقة ثانية يجم يرفع لي صبعه؟ شكون عنده الطريقة الثانية؟ هنا خدمنا باللحاجة الواحدة كهو، في الطريقة الثانية باش نخدمه بالجملة. ديما البيع هو الشراء إلا مع الربح، الشراء الكل أو باش نخدم مع الربح متاع الكؤوس الكل. شكون يحب يتدخل؟ باهي ثما شكون كتب كمون؟ إيه نعم جيد 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 اللي كتبته يعطيك الصحة. باهي يا سيدي هاتنا نخدمها أنا الطريقة الثانية، نجم نخدم بها كيفاش؟ هو شنو نقول؟ ثمن شراء الكؤوس الكل هو قديش لهنا؟ هو 51 ألفا كل باش ناخذها مع الربح الكل. توينا نحب الربح، اش قال لي هو محققا ربحا في الكأس الواحد يقدر ب 175، اش نعمل لها ملا هيك ال 175 في عدد الكؤوس اللي باعها؟ قديش باع هو؟ باع 115 بعد ما تكسروا له 5 كؤوس. هذه هي الطريقة الثانية. شكون يحب يعمل لي العمليات؟ هاو كان يوسف البقيوي، ما يمسيش ما نحشموش اننا نخدمه من بعضنا. غفران مرة أخرى، باي غفراني، غفران حل الميكرو من عندك انت.
الميكرو من عندك يا غفران. نعم، هاي أنا غفران، استحم. نعمل عملية الضرب ب 175 في 115، تفضلي. 5 في 5 25. نكتب 5 في 7 35، ونضيف 2 37. وصلت؟ 5 في 1 5 مع 3 8. نعم. ايه بعد؟ نضع نقطة. نكتب 175 لأننا نضرب في 1. الله يبارك. بعد؟ نضع نقطتين. نكتب 175. كيف خاطر ضربنا في 1. يا سيدي نقوم بعملية خمسة الجمع. خمسة نعم 12 نعم الطريقة اللي أسهل هي 8 مع 8. قديش يا غفران؟ 8 مع يساوي 8 16 مع 5 يساوي 1 21. نعم، أي 7 مع 3 10. نعم، وصلي 1 9 مع 1 2. لا 1 مع 1 2 2. 2. نعم، إذا وأتحصل على قديش؟ 20,000. 20,125. يا سيدي كان تعمل عملية الجمع ذهنيا تجمني شيء هذا من 3 أصفار باش يعوضوهم 125. بقات لك كان باش تقول لي 51 مع 10. قديش؟ 51 مع 20 يسوي 71. هذه 71. 71,125. أحسنتي مليم، وهذه هي الطريقة الثانية. شكرا يا غفران.